محمد سلاسل. هي استاذ محمد ثانيه بس بتجهي الرحله. ماشي اوكي. الصبر كويس بس معلش عشان بس مستعجل عشان عندي بلين دلوقتي. انا يا عسل. انا يا عسل. ماشي استاذ محمد مش كده؟ اكيد يا فندم. مسالتنيش عن اسمي يعني. حضرتك باين في الابلكيشن. باين ايه؟ مكتوب ايه؟ استاذه منال. 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 معلش بس عشان انا مستعجل شويه بس عشان عندي بلين زي ما قلت لحضرتك. بس مش طيارة منال وكلاينت. مش منال وفول ستوب. فول ستوب. لا منال خيطها. ايه؟ خيطها. خيطها ورفيها ايه بس الكلام ده؟ ايه الحاجات دي؟ ارفيها؟ دعابه؟ عجبتني. دعابه. هو في ايه بالظبط؟ في ان حضرتك ما سالتنيش ليه خيطها؟ ده اسم نشأت فيه. لازم تعرف. حضرتك شو كنت شغاله خياطه؟ اه بس بشري. بشري؟ اه. دكتوره يعني ولا ايه؟ ما انا كنت هحكي لك بس لولا الاستظراف وحس الفكاهه. استظراف من مين لو سمحت؟ لا لا انا كده كده لا لا لا, لا, لا بقول انا لحضرتك ايه؟ بقول انا لحضرتك ايه؟ ممكن نتكلم بس باحترام شويه؟ يا عسل. كده كده كنت هحكي لك. ممكن نتكلم باحترام عشان شويه عشان هو تاريخ مشرف بالنسبه لي. اه تاريخ مشرف. مخطوبتك قتله 3 رجاله. ايه؟ وفاتحه وش 11 دكر بالموس ومولعه كمان في واحد بصاروخ. بقول لك ايه؟ هو انت بعتك عدنان بك؟ بقول لك مولعه في واحد بصاروخ. لا 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 انا حاسس انه في مود كده غريب يعني مش عارف يعني ايه مولعه بصاروخ. هو مش حضرتك برضو تبع الابلكيشن ولا ايه بالظبط يعني؟ اه يا عيني في حاجه ولا ايه؟ لا في واضح ان هو في ايه؟ في ايه؟ الا في الفاظ سوقيه. الفاظ في مش عارف انت ماشيه بالراحه في كلام تاني. استنى يا عسل. الفاظ سوقيه من مين يا دلعتي؟ منك. من يا انا؟ من مين يعني؟ انا منال النونه يتقال لها كده؟ منال النونه ومش نونه ولا بيبي. بس يا بابا. بس ايه؟ الو ايه يا حنتها؟ بقى كده تجيبيلي الواد قفاله بتوه ومتغرز؟ الله يا حماتي انا هجيلك انا هجيلك واجيبك من شعرك ما انت مش لاقيه اللي يربيكي ولا اللي يلمك. جرى يا مارا ما انا قلت له روح لامك خيطها. دي كانت جوازه الندامه جوازه الشوم علينا. انتوا كنتوا طولوا تناسبونا يا حوش. لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي بس بس يا حبيبي. ايه بس يا حبيبي؟ ايه يا حماتي؟ ايه يا حماتي؟ عارف انا ان هو يوم مش معدي اصلا. موافقه موافقه على مين يا اخا؟ لو سمحتي بس لو سمحتي انا مرضاش اتجوز اقل من واحد واخد تأبيده. رديت بالثلاث سنين اللي واخدهم وقلت خلاص خلصنا عشان تبقى الحكايه صون فصون. انا هجرجرك في الدقون بس قبلها هجرجرك من شعرك. والنبي وحشني. لو سمحتي لو سمحتي. مالو السجن يا اخي وحشني. الا بقى لي حبه بره. لو سمحتي لو سمحتي بس ممكن نركن على جنب. ممكن المره قفلت السكه في وشي. يكون احسن. لو سمحتي مشاكلك حليها بعيد عن الابلكيشن بجد. عشان ما اطولش عليك واقول طول. نسيت اقول لك بقى. التوصيله اللي زي دي هي اللي بتصبرني على الحياه. ليه؟ باخد لي فيها بتاع 500 ملطوش. طيب انا هديكي 1000 ملطوش وحضرتك ايه بعد اذن حضرتك نزليني هنا. هتجبي عليا ولا ايه يا روح مين؟ انت. استغفر الله العظيم يا رب. انا عارف انا عارف النهارده اصلا يومه. انت جاي التوبه هنا لخص لها عمال احكي. بقول لك ايه بقول لك ايه انت شكلك شوارعيه. بقول لك واشرح لك واحكي لك. في واحده جبت بيك مطاطس. على فكره انا هعمل دلوقتي مشكله في البرنامج عندكم في الابلكيشن وهسبب لك مشكله فبعد اذن حضرتك نزليني هنا. اوصلك ولا اعمل لك المكالمه على حسابي؟ ايه اوصلك واعمل لك المكالمه على حسابي؟ بقول لك ايه انا جديت منك. بقول لك ايه انا اللي اصلا جديت منك باسلوبك وهيئتك وانا مش عارف اسلوبي. اه اسلوبي. طب حاضر. هو في ايه لو سمحت يعني هو في ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف بس. هو في ايه؟ في ايه ده كله؟ استنى في ايه ده كله؟ احنا ايه ده كله واحنا واخدين بعض على حب؟ هو في ايه ده كله ترى بتتي ترى كله. بقول لك ايه انت انت بس بعد اذنك انا عندي دلوقتي معاد طياره فبعد اذن حضرتك انا مش ماسكه التليفون وبعمل مكالمه. طب ممكن نمشي؟
بس يا بابا ممكن نمشي زي البني ادمين. قبلوا يا ولاد. ايه قبلوا يا ولاد؟ موبايلك نوعه حلو وغالي؟ اكيد طبعا يعني واحد زي. طب الحق خد لك بيه سيلفي. سيلفي ليه؟ في ايه؟ في ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الحاجات دي تبعك ولا ايه؟ احنا اسفين يا استاذ محمد. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. اول مره اتعرض لحاجه زي كده جميله ولا يا استاذ محمد حضرتك فرحتنا جامد.